مشاهدينا اهلا بحضراتكم في نشرة طقس جديدة من تلفزيون اليوم السابع. يعني اكيد كلنا شايفين وحاسين درجات الحرارة اللي زادت بشكل ملحوظ، يمكن كلنا حاسين بالارتفاع ده في درجات الحرارة، واللي اكدته الهيئة العامة للأرصاد الجوية لما كمان قالت ان بكرة لسه كمان في ذروة في الارتفاع في درجات الحرارة. عايزين نعرف ايه اللي بيحصل، ليه ده حصل، مستمرة معانا لامتى، ايه الاخبار، الوضع هيكون شكله ايه الفترة اللي جاية. من ضيفتنا الكريمة دكتور منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك استاذ احمد، واهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع. دكتور منار، يعني ايه اللي حصل فجأة كده، الجو اتغير ليه، بقى صيفي قوي بالشكل كبير، بقى رحب الشتاء انتهى، ولا ايه اللي حصل؟ طمنينا كده دكتور، الاجواء ماشية ازاي؟ هو طبعا خلينا نقول ان فصل الشتاء لم ينتهي، فصل الشتاء ينتهي فلكيا ورسميا ان شاء الله يوم 20/3 20 مارس، لكن احنا في الفتره دي تعتبر فتره انتقاليه ما بين البروده وانخفاض قيم درجات الحراره في فصل الشتاء. احنا رايحين على فصل الربيع اللي هو معروف ان بيحصل في ارتفاع في قيم درجات الحراره، فالفتره دي بتبقى فتره انتقاليه بشكل كبير، بيحصل فيها تذبذب وتباين كبير في قيم درجات الحراره من يوم للتاني، ويمكن في نفس اليوم كمان بنشوف الاختلاف الكبير في قيم درجات الحراره. بدانا من امس ارتفاع في قيم درجات الحراره، اليوم ايضا هيكون في مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره العظمى. اليوم على القاهره الكبرى متوقع ان هي تسجل 27 درجه مئويه، وده اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي 5 درجات، لان مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا 5 درجات 5 درجات عن المعدلات الطبيعيه في نفس الوقت من السنه. بالظبط. الكتل الهوائيه، الكتل الهوائيه الصحراويه في المناطق الصحراويه بتكون مرتفعه بشكل كبير في قيم درجات حرارتها فتره النهار، كمان في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، يعني ما فيش اي سحب مؤثره، اجواء مشمسه بشكل كبير فتره النهار في معظم المحافظات، فبالتالي ده بيساعد على ارتفاع قيم درجات الحراره. اليوم الاجواء بتكون اجواء مائله للحراره في معظم محافظات الجمهوريه، يمكن كمان المناطق الجنوبيه الاقصر واسوان درجات حرارتها اعلى، اجواءها احر، يعني الاجواء عليها حر خلال فتره النهار. هنيجي مع غياب اشعه الشمس ودخلنا في فتره الليل، طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، بس الليله اللي جايه دي تحديدا الصغرى فتره الليل هتكون مرتفعه عن الليالي الماضيه، وتكون 17 ل 18 درجه مئويه فتره الليل، ففتره الليل اجواء هتكون اجواء بارده بشكل كبير، لان بكره الجمعه متوقع ان هو يكون ذروه الارتفاعات، يعني احنا بكره كمان عندنا ارتفاع اخر في قيم درجات الحراره، وتوصل العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة 30 مئوية درجة، في النهار. يعني 3 درجات زيادة عن النهاردة، ويبقى كده 7 درجات أو 8 درجات زيادة عن الطبيعي من نفس الوقت من السنة. بالفعل الأجواء بكرة هتبقى أجواء حرة أشبه الأجواء الربيعية الحرة اللي إحنا بنحس فيها كده ببعض، خلينا نقول اللي هو الصهد أو الحرارة العالية فترة النهار، وده هيكون موجود في معظم محافظات الجمهورية فترة النهار، وفترات الليل بكرة الجمعة إن شاء الله هتنخفض، ويكون فرق بين النهار والليل يتجاوز ال 14 درجه مئويه. مفاجأة. لان كمان بالظبط فرق بين النهار والليل، لان كمان من يوم السبت هيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره ملحوظ. احنا متوقع يوم السبت اللي جاي عظمى على القاهره الكبرى 23 الى 24 درجه مئويه. ده معناه بيلعب بينا بقى يا دكتور كده الفتره الجايه دي، فتره عيا وتعب الحقيقه دي كده شكلها. بالفعل بنسميها فترة العيا وانتشار نزلات البرد بشكل كبير بسبب اختلاف قيم درجات الحرارة من يوم للتاني، احنا عندنا فرق درجة حرارة من يوم الجمعة ليوم السبت 7 درجات، فلازم ناخد بالنا من الفرق ده بشكل كبير. البرودة الشديدة ترجع تاني فترات الليل على مدار الأسبوع اللي جاي، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير من اختلاف قيم درجات الحرارة. كمان عندنا مع ارتفاع قيم درجات الحرارة احنا بنقول كتل هوائية صحراوية، فطبعا هنشوف بعض الأتربة والرمال المثارة، اليوم الأتربة والرمال المثارة موجودة في أقصى غرب البلاد عند مطروح سيوة السلوم، بكرة الجمعة إن شاء الله الأتربة والرمال المثارة هتبقى في معظم محافظات الجمهورية، غدا سرعات رياح هتتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة، رياح جنوبية جاية من صحراء، فبالتالي هيكون بكرة فيه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، عشان كده مرضى الكتل الصدرية والجيوب الأنفية. طب يا دكتور، طب أنا عايز أسأل سؤال، يعني ممكن اللي بيسمع حضرتك دلوقتي عايز ينتهز الفرصة ويسأل حضرتك، بما إننا يعني كل سنة وحضرتك طيبة خلاص 10 أيام وداخلين على شهر رمضان، شهر الصوم، يعني الناس بتصوم ساعات كتيرة في خلال اليوم، وكله من دلوقتي بدأ
في ناس كتيرة بتتوتر، اللي بيقلل قهوته، اللي مش عارف بيدخن بيحاول يبطل، اللي بياخد دواء بيحاول يغير مواعيده. فالناس بقى مش ناقصة كمان ان الجو يبقى حر، ده كلام الناس، انا بنقل لحضرتك كلام الناس. هل في اخبار عن رمضان هيبقى شكل الجو عامل ازاي، ولا لسه الحالة مش ما توقعناهاش لسه؟ هي لسه التوقع الدقيق لسه مش هيكون دلوقتي، لان احنا الفتره زي ما قلنا في الاول فتره بيحصل فيها تغير في حرارة الطقس من يوم للتاني، فلسه الاجواء مش يعني في الخرائط مش هتبقى واضحه بشكل كبير، واي حاجه هنقولها دلوقتي اكيد هتتغير. قبل التغيير لكن الاكيد في الفتره دي ان خلاص رمضان جاي في الشتاء السنه دي، يعني احنا فصل الشتاء هينتهي رسميا 20/3، احنا فلكيا رمضان 11/3، فاحنا عندنا على الاقل اول اسبوعين هيبقى لسه فيهم اجواء شتويه، مش هيكون في الارتفاعات الكبيره في قيم درجات الحراره، وحتى لو حصلت مش هتبقى بالارتفاعات اللي احنا كنا شفناها قبل كده في السنوات الماضيه، لان احنا عندنا النص الاول كمان من فصل الربيع بيكون لسه فيه بعض سمات فصل الشتاء، فهنلاقي حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه موجوده، هنلاقي تساقط الامطار، هنلاقي انخفاض قيم درجات الحراره في معظم الايام، يعني خلينا نقول ان الاجواء هتبقى اجواء اكثر اعتدالا من السنوات الماضيه باذن الله. هيكون لسه في بروده، ويمكن بروده جديده فترات الليل في رمضان، عشان كده احنا في الفتره دي بناكد على كل الساده المواطنين عدم تخفيف الملابس، عدم التخلي عن الملابس الشتويه، استمرار ارتداء الملابس الشتويه على مدار اليوم كله، حتى لو حسينا بحر في يوم او اثنين بلاش نخفف الملابس، لان لسه فترات الليل فيها بروده الايام اللي جايه ان شاء الله، الاسبوع اللي جاي في انخفاض في قيم درجات الحراره، وزي ما حضرتك قلت في الاول دي فتره العياء وانتشار الامراض، ناخد بالنا بشكل كبير من نوعيه الملابس الفتره اللي جايه، خاصه لو بنخرج فتره الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر. مهم كمان مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، بكره واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات. كمان القياده لازم تكون بهدوء تام على اغلب الطرق، لان الاتربه والرمال المثاره ممكن تاثر على الرؤيه الافقيه، وخاصه في المنطقه الغربيه. وطبعا نكون في متابعه مستمره لنشرات الجوائز. ده اكيد يعني، وانت بقى حضرتك باستمرار دايما، حضرتك بتفيدينا وبتضيف لنا دايما. دكتور منار غانم بشكرك شكرا جزيلا، عضو الهيئه العامه للارصاد الجويه، شكرا لحضرتك. شكرا. يعني ده كان يمكن ملخص حالة الطقس النهاردة وبكرة والكام يوم اللي جايين، ايه اللي بيحصل، ايه السبب في الارتفاعات في درجة الحرارة، ايه السبب في اللي احنا وصلنا له، مستمر معانا لغاية امتى، كل ده شرحناه من ضيفتنا الكريمة دكتور منار غانم. وياريت ما نخففش، علشان زي ما الدكتور منار قالت هي دي فترة العياء، ارتفاعات ملحوظة وانخفاضات حادة في درجات الحرارة، ففي تقلبات شديدة في الاجواء. انا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، والى اللقاء.